مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير. انت عم تشوف هذا الفيديو، فيديو اليوم بيقرا الافكار وراح يعرف ما هي الارقام التي نفكر فيها انا وياكم. يلا نجربوا ونشوف اذا راح يعرف فعلا الارقام اللي بنفكر فيها، وايضا راح يكونوا الغاز ذكيه. قبل ما نبدا الفيديو حطوا كتير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكتبوا كتير تعليقات مشان احطها بالفيديو الجاي. لا تنسوا ونبدا الفيديو. ليتس جو. أفكارك وسأعرف الرقم الذي ستختاره. يلا خلونا نشوف إذا فعلا راح يعرف الرقم اللي راح نختار. حتى تنجح الطريقة عليك اتباع الخطوات بطريقة صحيحة. أوكي يلا نبدأ معهم في الخطوات. لن تحتاج إلى استعمال حاسبة، ولكن يجب عليك تذكر ألوان الصناديق التي سيظهر بها الرقم الذي سوف تختاره. يعني لازم أنكم تتذكروا ألوان الصناديق. أوكي جاهزين؟ يلا أنتوا جاهزين؟ يلا أنا جاهزة. أوكي يلا خلونا نشوف الرقم اللي راح نختار وهل سيعرفوه. ملحوظة مهمة، الطريقة فعالة 100%، وأي خطأ هو منك فركز واتبع الخطوات جيدا. يعني هما بيقولوا الطريقة ناجحة 100%، خلونا نشوف إذا فعلا ناجحة 100%. قم باختيار رقم من بين 31 فقط، مثال سأختار الرقم 10. أو ماي جاد، راح نختار رقم بسرعة، راح اختار أنا رقم 8. أوكي انتوا اختاروا اي رقم، ما تختاروا مثلي، اختاروا رقم اللي بدكم اياه من 1 لـ30 نقطة. انا راح اختار 8. الان ساعرض عليك بعض الصناديق التي تحمل ارقام مختلفة. يلا خلونا نركز في الصناديق. اول شيء اختاروا الرقم اللي من 1 لـ30. انا اخترت 8 لانه شهر ميلادي هو 8، انا كثير بحب رقم 8. اوكي الان يعني راح يعطونا الصناديق ولازم نعرف في الارقام اللي في الصناديق. خلونا نشوف، انا 8. اوكي لكل صندوق لون مختلف عن الآخر، عليك تذكر لون الصندوق الذي ستجد به رقمك الذي اخترته في البداية. Oh my god، لازم نشوف رقمنا في هذه الصناديق. ملحوظة، لا تحفظ لون الصندوق التي لن تجد رقمك به. اوكي يعني الارقام اللي الالوان اللي ما راح يكون فيها رقمنا ما لازم نحفظها. لنكمل الان باول صندوق. يلا جاهزين؟ اوكي إذا وجدت رقمك هنا فأحفظ هذا اللون. خلنا نشوف اللون، 1 3 5، ما موجود هون 8. أوكي ما موجود 8. أنتوا ركزوا في الرقم اللي اخترتوه، هل يوجد في اللون الأحمر؟ أنا لو مثال لا أجد رقمي 10 فلن أحفظ اللون الأحمر. نعم، وأنا أيضا لن أجد رقم 8، إذا لن أحفظ الرقم الأحمر، يعني ما راح أشوف اللون الأحمر. أوكي إذا وجدت رقمك هنا فأحفظ هذا اللون، يعني اللي عندهم هذا الأزرق. نحن أيضا، أنا أيضا رقم 8 ما موجود رقمي، إذا ما رح أحفظ لون أزرق. أوكي يعني نعم وجدت رقمي، نعم وجدت رقمي، فأنا لون أزرق. أنا ما وجدت رقمي صراحة، يعني اللي وجدوا رقمهم هم اللي يحفظوا هذا اللون. إذا وجدت رقمك هنا فأحفظ هذا اللون، أيضا رقمي مو موجود هون، أنا رقمي يعني 8. أوكي مو موجود 8، يا الله لا أجد رقمي. أوكي اللي ما وجدوا رقمهم مثلي ما يحفظوا هذا اللون، يعني حتى يكون رقمهم في هذا اللون ويحفظوه. أو ماي جاد، الآن رقمي 8 في لون الأصفر. نعم يعني أكتب اللون أصفر مشان ما أنسى. أوكي أصفر. أوكي نعم أنا وجدت رقمي أصفر هون. أوكي خلونا الآن نشوف شو هذا اللون البنفسجي، أيضا مو موجود رقمي. يا الله أنا عندي لون واحد فقط. أوكي لا أجد رقمي 10 فلن أحفظ اللون البنفسجي، أنا أيضا لن أحفظ اللون البنفسجي لأنه ما موجود فيه. الخطوة الأخيرة نفذها بطريقة صحيحة وستجد رقمك. أوه ماي جاد يا الله، خلنا نشوف الآن جاهزين حتى نعرف النتيجة. حفظتوا أجوبتكم، أنا عندي لون أصفر فقط. أوكي الآن لتجد رقمك قم بجمع الأرقام التي أمام الألوان التي حصلت عليها. أنا عندي اللون أصفر فقط، يعني عندي 8 نقاط، 8. أنا حصلت على أزرق وأصفر، حصلت على رقمي. أوه ماي جاد، أنا أيضا يعني أنا لون أصفر فقط، يعني أنا اخترت 8 و8 هو اللون الأصفر. يا الله يعني عرفوا رقمي. وأنتوا يعني طبقوا هذه، يعني اللي حصلوا على 2 ألوان يجمعوا اللون اللي حصلوا عليه مع اللون اللي حصلوا عليه الثاني وراح يعطيهم رقمهم. خبروني بالتعليقات هل فعلا وجدتوا رقمكم؟ أنا وجدت رقمي، يس
هذه صحيحة والله ما كنت مصدقة إنه راح تكون صحيحة. يس أول مرة صراحة يعني بعمل يعني مثل هذه الطريقة تبع يعني الأرقام أو هيك شيء وتزبط معي. يس اللي وصل اللي حصل على رقمه حط لايك وخبروني بالتعليقات ضروري ضروري ضروري. أوكي أوجد الكلب الحقيقي. أو ماي جاد عندنا هون كتير كلاب. أوه مبين شفته بسرعة أنا. نعم بسرعة شفته هو يعني اللي أوكي عندنا 10 ثواني. أوكي رح خلي الوقت شوي يمر مشان أنتوا أيضا تجاوبوا معي. أوكي أوه ماي جاد قرب ينتهي الوقت وأنا عم أشرب ماء. اللي الوسط هون هذا اللي الوسط هو الحقيقي مبين يعني اللي جنبه بيبينوا يعني ننوس نحن بنقولوا ننوس. انتوا شو بتقولوا له بدولكم خبروني بالتعليقات. يعني هذه الننوسات اللي في جانب عبارة عن ننوسات. اوكي خلنا نشوف اللغز اللي بعده. ايهما الشعار الاصلي بيبسي او بيبسي؟ بقول انا اللي او ماي جاد بدوخه شوي بس يعني انا بعرفه يعني هو اللي فيه بدون انا هو اللي فيه الاحمر هو اللي فيه الاحمر الفوق يعني اللي على اليمين. وعلى فكره انتوا بتحبوا بيبسي او كولا الكوكا كولا يعني انا صراحه يعني بحب الكوكا اكثر بس حاليا بشرب بيبسي. اوكي بيبسي لانه رخيصه لانه الكوكا كولا انا راح اطاردها لانه يعني غاليه كثير. نعم يعني هي ما بعرف شو كيف راح اشرح لكم. كوكا كولا صارت اغلى من بيبسي يعني لتر واحد من كوكا يساوي 8 دراهم مغربية وبيبسي 7 دراهم لتر ورس. لهيك انا باخذ بيبسي للاقتصاد. انا بشرب كل شيء يعني انا مع الرخيص. وانتو خبروني بالتعليقات شو بتحبوا اكتر. اوكي ثالث لغز. اوكي اوجد الخطأ في تلك الصورة. اوه هادي قطار. اوكي عندنا قطار بيمشي قطار كأني شايفة هذا اللغز من قبل يعني في الألغاز كأني سبق لي وشفته لهيك يعني حسيت نفسي عارفة الإجابة بسرعة. سبق لي ومر هذا اللغز في سؤال ما. بقول أنا بقول يعني القطار الثاني ما فيه العربة هيك أنا ذكرت السؤال وهذا الشيء اللي انا بشوفه ما فيه اللي بتكون يعني في العربة اللي في الجانب. القطار على اليسار لا يوجد له قاتل مجرد عربات فقط. انا قلت لكم لا ما عنده عربة كان لازم يقول قاتل يعني مو عربة. المهم جوابي بيعتبر صحيح وعم جاوب صحيح يعني الاسئلة الشكلة سهلة. او ماي جاد احسب وزن كل حيوان بمفرده. يا الله انا جدا فاشلة في الحساب لازمني اعمل على الحاسبة. اوكي عندنا هذه زائد هذه تساوي 10 لازمني ورقة وقلم انا يعني ضروري لازم احسب. شكلي رح نام هون يعني حتى الصبح رح جاوب حتى الصبح على هذا السؤال. اوكي عندنا ايضا انتوا احسبوا معي. 10 قول 10. اوكي اوكي استنوا احسب. شكلي رح نام هون والله هذا شوي شوي صعب علي. لازم اضلني احسب. اوكي لازم نعرف وزنهم. يا الله والله شكلي يعني عقلي وقف. او ماي جاد هذه اجتني خاطئة. عملت 5 + 5 تساوي 10 5 + 15 تساوي 20 يعني في الاخير ما كانت الاجابة صحيحة لهيك راح اعمل الارقام تانية. اوكي بنقول اوكي بنشوف تانية سحر ندير نعمل او ماي جاد شكلي عرفت الاجابه. اوكي استنوا احسب. شكلي فاشله انا قلت لكم انا فاشله بالحساب ليش اعطوني هذا الاشياء. اوكي بنشوف الان عندنا رح نعمل
زائد او ماي جاد. انا بقول يعني وزن كل واحده هو ال ال البومه يعني هذه بومه هي رقم يعني راح اقول وزنها 3 والارنب 7 والكلب 17. نعم بنشوف اذا كانت اجابتنا صحيحه. وبالنسبه للناس الغبيه مثلي يعني اللي غبيه بالحساب مثلي راح اخلي لكم الغبيه في الحساب وفي الـ وفي الـ وفي الالغاز ايضا. يعني انا ما بجاوب على كل الاجوبه دائما صحيحه، لهيك راح اخلي لكم تطبيق خرافي جدا باول تعليق بيساعدكم على تنميه يعني الذكاء تبعكم وفي حلول الغاز ما راح يصير عندكم اخطاء في الغاز في المرات الجايه. بنشوف او ماي جاد الحل قرب يعطون الحل 3 7 17. نعم يس هذا الشيء هو اللي قلت لكم في الاخير اعطتنا يعني 24. وبالنسبه للتطبيق يعني والله يعني راح يساعدكم لانه في الغاز ذكيه رياضيه بتنمي لكم العقل تبعكم. انا يعني شوي يعني عقلي غبي في بعض الاحيان بيكون غبي الواحد هو يعترف بحاله بيعترف بغبائه. اوكي اجيب على هذا. او ماي جاد يا الله انا بكره الالغاز وهم معطينا الغاز كتير. من هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ ما هو الشيء الذي يقول الصدق دائما ولكنه اذا جاع كذب؟ ومن هو الذي تراه ولا يراك؟ يا الله خلونا نشوف شو هاد الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض. او ماي جاد قرب الوقت ينتهي. شكلي انا يعني ما رح جاوب لانه الوقت لازم احترم الوقت صراحة. اوكي بنشوف ما هو الحيوان. انا بقول تعبان لا تعبان ببيض، خفاش ببيض اصلا ذكر الحيوان. يا الله ما فكرت فيها والله. قلت لكم لازم استعمل هذا التطبيق اللي خبرتكم عنه. الشيء الذي يقول صدق دائما ولكنه اذا جاع كذب. الساعة. او ماي جاد يعني لما بتنتهي لها يعني الحجرة اللي بتكون يعني البطارية بتصير تكذب. ومن هو الذي لا تراه ولا يراك؟ هو الاعمى. او ماي جاد كنت يعني لازم اجاوب عليها بس كنت راح افوت الوقت اللي بيعطونا وهذا اسمه غش. لهيك انا بستعمل هذا التطبيق اللي خبرتكم عنه باول تعليق يعني بيساعدني كتير والله كتير حلو ويعني بستفيد منه كتير. انتوا ايضا راح تستفيدوا منه. ادخلوا عليه وحملوا الاول تعليق. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم حطوا كتير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكتبوا كتير تعليقات مشان احطها بالفيديو الجاي. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. بشوفكم الفيديو الجاي. باي.